بن محمد بن قضيب بالحدرة تأتي في المركز الثالث، ولا شعيل شعيل علي بن سعيد باللومية، بينما الحدرة مكتوم بن ناصر بن مردد على المركز الرابع، بينما اللي في المركز الخامس شعار لغويس، شعار لغويس يتواجد على جبار محمد وخلفون لغويس، بينما اللي في المركز للسات اللي في المركز السات سالم بن علي بن مجيرن يقدم جبار السابع المراكز لغزيل محمد بن سعيد الحميري. ينتقل وياكم الى المركز الثامن لعبد الله بن علي بن حميدان اللي هو برهومة، تاسع المراكز اللي في المركز التاسع مياس مطر بن علي برواز، المركز العاشر اللي في المركز العاشر هناك شعار ابو ابراهيم يتواجد على غضب، تأتي على السابع المراكز ولا غصب احمد بن هلال ابو ابراهيم. هاي النتيجة، هكذا كانت النتيجة ايها الاخوة. يا سلام، ما شاء الله يا غياره، ما شاء الله يا غياره، ما هو حنا نوصل الى المركز العاشر الا هي غيرت هنا حركات، سوت حركات تو وان تو على المركز الاول، سيطرت على مقدمة الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا براقة في المركز الثاني ولا سرابة وسالم بن بخيت الشبي، انتقل الى جبارة في المركز الثاني ومحمد بن خلفان في ثالث المراكز، محمد بن خلفان لغويس، النقلة على المركز الرابع شعيل علي بن سعيد باللومية، المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه الضبي خلفان خلف بن مطر بن علوان، سادس المراكز غصب وتعود ملكيته أحمد بن هلال أبو إبراهيم، بينما اللي في المركز السابع شعار أحمد بن حسن. بالحقيقة شعاره هنا جبارة ولا صوغة مطر بن سعيد محمد بن أحمد بن حلوة، المركز التاسع شعار لغويس على ظهر أفكار حميد براش لغويس، وفي عاشر المراكز اللي في المركز العاشر الشعار البرتغالي، شعار وهاجة، شعار الأسامي اللامعة، شعار الأسامي الجميلة، المملكة حارب بني مع بن صبيح. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة. يا سلام يا سلام يا غيارة، الله يا غيارة، سيطرت على المركز الأول، غارت على المركز الأول وشنة الغارة يا غارة، ما شاء الله يا غيارة مسيطرة على المركز الأول، سعيد بن محمد بن قضيب، ولكن هناك سرابة بدأت تتسرب من موقع إلى موقع، وسالم بن بخيت الاشتبي وصلت 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 هنا 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 المملكة حارب بن يمع بن صبيح، وصل شعار بن حلوة، وصل شعار بن حلوة أيضا على ظهر صوغ محمد بن أحمد بن حلوة، ولكن هناك شعيل علي بن سعيد باللومية أيضا في ثالث المراكز جبارة، محمد بن خلفان لغويس هنا تقترب اللي فيه اللي هو يا سلام أفكار حميد براشد لغويس، خمسة مراكز وصل لغويس، وصل لغويس جبارة مانع بن يمعة لغويس في اللحظات الأخيرة، ولكن وين طارت الطيور وهاي المملكة، طارت المملكة تبغي مملكة الخوانيج، تبغي للمرة الثانية تسلم على مملكة الخوانيج، على قلعة الخوانيج، وحارب بن يمعة بن صبيح اللي يقدم المملكة بالحقيقة في هذه اللحظات الجميلة. لكن ثاني المراكز اللي في المركز الثاني مانع بن يمعة لغويس يقدم جبارة، ولكن وين الطيور؟ طارت الطيور. أقول سلام للمرة الثانية، أقول تهانينا والناموس، سلام عليكم، سلام بروبلم يا أبناء الخوانيج، بروبلم بالحقيقة بالخص وين ما يسكن حارب بني مع بن صبيح بمناسبة فوز المملكة في المركز الأول. هاي لحظة صورة خط النهاية معلن الفوز والناموس، تهانينا للسيد حارب بني مع بن صبيح بمناسبة فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني لمانع بني مع لغويس، المركز الثالث اللي في المركز الثالث بالحقيقة لعلي بن محمد بن عبيد بن رشيد، المركز الرابع اللي في المركز الرابع، بقيت المراكز عند اللجنة، تهانينا والناموس، توقيت الزمن 4:40 95 تهانينا والناموس.
بسم الله الرحمن الرحيم.